السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الفيديو ادعمونا. والله لهذا الزمان، من الذي جعل هؤلاء الذين نسميهم الحمقى، من الذي جعلهم مشاهير بيننا، ومن الذي جعل هؤلاء من قوت عيالنا يشترون السيارات الفارهة ويكسبون ملايين بالمليارات الدولارات؟ من الذي جعل هؤلاء في قمة هذا الزمان؟ نحن كشعوب، كم من كريم. في زمان النساء فيه ترجلت والرجال تأنتت، ورحم الله زمانا كنا نتربى فيه في المدارس على إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أما اليوم فاسألوا عن الأخلاق، أما اليوم فابحثوا عن الأخلاق، أين ستجدوها؟ ستجد الأخلاق في اليوتيوب وفي التيك توك وفي غيرها من المواقع. رحم الله زمانا كنا نقدر فيه الطبيب، كنا نقدر فيه المهندس. والله رحم الله زمانا كان يربينا فيه الآباء على أن نكرم عامل النظافة وهو ينظف أمام البيت. خرج أحد ملوك الأندلس هاربا فبكى، فرأته أمه يبكي. ماذا قالت له؟ قالت له: ابكي كالنساء، ملكا مضاعا لن تحافظ عليه كالرجال. ها هو التاريخ يعيد نفسه، ها نحن نبكي كالنساء قدسا لم نحافظ عليها كالرجال، ها نحن نبكي كالنساء عراقا لم نحافظ عليها كالرجال، ها نحن نبكي كالنساء يمنا لم نحافظ عليها كالرجال، ها نحن نبكي كالنساء شاما لم نحافظ عليها كالرجال. حزين وفي شدة الحزن على كثير من الأشخاص الذين يريدون أن يشتهروا على حساب الغلابة، الذين يريدون أن يشتهدوا على حساب من الآن يرتجفون في ظل البلد.